دعوكم من الانتصار الزائف لقوى الثورة المضادة، فهو انتصار زائف ومؤقت. وكل ما هو طاف على السطح اليوم من ميليشيات وقوى الارتداد إلى الماضي ليس سوى زبد سيذهب جفاء ويبقى اليمن. أيها اليمنيون الأحرار الكرماء، شعبنا اليمني الصابر المكافح، قبل 9 سنوات واجه اليمنيون نظام المخلوع علي صالح وسياساته الشيطانية التي أفقرت البلد وأضعفت مؤسساته وعممت ثقافته الانتهازية السياسية. كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية سيئة وتذهب نحو الهاوية، مما أدى إلى تصنيف اليمن ضمن لائحة الدول الفاشلة الأكثر فساداً وضعفاً. وبموازاة هذا الفشل الكبير الذي لم يكن خافياً على أحد، تصور المخلوع صالح أن بإمكانه تغيير هوية اليمن وتحويلها إلى ملكية.